السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. آخر الصور الجوية توضح انتشار السحب هنا جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى انتشارها فوق معظم الأراضي الإيرانية في حالة من عدم الاستقرار في الأجواء، تتسبب في أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة. هذه الليلة في محافظة مسقط فرص لبعض السحب وأيضا ربما بعض الأمطار في ساعات متأخرة، ودرجات الحرارة الصغرى عند أوائل العشرينات. هنا في جنوب الباطن أيضا فرص لبعض الأمطار على المناطق الجبلية مثل ما يبدو واضحا، وبعض السحب على المناطق الساحلية مع بعض الفرص. وفي شمال الباطن أيضا فرص لتدفق بعض السحب الممطرة، والحال ذاته بالنسبة لمحافظة مسندم 18 درجة. أيضا هنا في محافظة البريمي 18 درجة مع فرص لبعض الأمطار، وأيضا هنا في الظاهرة ودرجات الحرارة بين 17 و18 درجة. في محافظة الداخلية أيضا تتشكل السحب ودرجات الحرارة 10 درجات في جبل شمس، وفي شمال الشرقية 18 درجة مع بعض السحب المتفرقة، وفي جنوب الشرقية أيضا هناك تدفق لبعض السحب ودرجات الحرارة الصغرى بين 21 و 23 درجة. في محافظة الوسطى بين 18 و 16 درجة مع بعض السحب، وفي محافظة ظفار أيضا الأجواء غائمة جزئيا بين حين وآخر، ودرجات الحرارة بين 16 درجة في شمال المحافظة وحوالي 20 درجة بالنسبة للمناطق الساحلية. سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان تشهد رياح جنوبية شرقية نشطة في حدود 15 عقدة مع بحر بين هذه إلى متوسط الموج، ويصل أقصى ارتفاع الموج متر ونصف المتر، وأيضا هنا هذه إلى متوسط الموج على سواحل محافظة مسندم مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة أيضا في حدود 15 عقدة، وعلى سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان الرياح نشطة في حدود 20 عقدة شمالية شرقية مع بحر متوسط الموج، ويصل أقصى ارتفاع الموج مترين. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.